السلام عليكم. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن ملف استيراد السيارات وفقا للنظام السابق لن يفتح من جديد، وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية قال الرئيس تبون أن تجربة الجزائر في تركيب السيارات كانت فاشلة لأن نسبة الإدماج كانت ضعيفة جدا. وواصل الرئيس أن عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد البيع قد انتهى، وأضاف ذات المتحدث أن أحد مركبي السيارات سابقا استهلك ما يفوق 3 ملايير دولار من دون نتيجة. وكشف رئيس الجمهورية أن ملف استيراد السيارات سيفصل فيه قبل نهاية الثلاثي الأول 2022. وأنت عزيزي المشاهد، هل تظن أن نهاية مسلسل استيراد السيارات باتت وشيكة، أو ما زال مطولين في هذا المسلسل؟ سلام.